كيمو. اهلا صاحبة الجلالة. الاقي حربي فين؟ حربي راح عند بيت المعلمة انشراح من شوية. المعلمة انشراح؟ طب اوصلها ازاي؟ دعاء عاملة ايه دلوقتي معلمة؟ اول ما حطت راسها على المخدة راحت في سبع نومة. انت يا سهرة عملنا شوية شاي. انا عايز قهوة سادة. تحب اعمل لك فخفخينة؟ ما قلت عايز قهوة زفت. يا بنت ما تسمعي الكلام وتعملي زي ما قلت لك. حاضر، الحق عليا ان انا بسأل. ايه اللي عمل في دعاء كده؟ ولاد الحرام كتير. طب عم نوفل يعرف ان بنته عندي والحمد لله كويسة؟ لا. طب مش المفروض يا جماعة يجي يطمن عليها برضو؟ شوية كده بوصل اروح ابلغه. مساء الخير. يا نعم. الأستاذ حربي موجود؟ قصدك المعلم حربي؟ مين يا بنت؟ واحدة مزمزاه بتقول إنها عاوزة الأستاذ حربي. طيب هقوم أشوف مين كده. مين اللي على الباب اللي كانت عايزاك؟ لا ده دي الصحفية. وانتوا لسه في بينكوا حوارات وحكايات؟ ده انا افتكرتها خلصت من زمان. ما هي خلصت وكل حاجة، بس يعني كانت بتاخد بس رأيي في موضوع كده. بتاخد رأيك، قلت لي ما كنتش واخدة بالي. طيب احنا نقوم بقى زين، يلا نشوف مصالحنا وبالبره نبلغ عم نوفل يعني ان دعاء رجع بالسلامة. بالإذن يا معلمة. بإذن يا معلمة. حربي. يا معلمة. يا ريت يعني أنت وزين نتعشى مع بعض النهاردة وما تنساش تجيب بركة معاك. حاضر. بالإذن. القهوة المظبوط لأجمل صحفية في مصر. متشكرة يا كيمو. أنت تؤمر يا باشا. اتكل انت على الله. خير اماني، كنت عايزاني في ايه؟ لا هنا مش هينفع، تعال نروح حته هادي. هاي يا اكرم. ليه؟ انا كيمو. ها كيمو، في اخبار جديده؟ ايوه يا باشا، من سعادتك طلبت مني ابلغك لما الصحفيه اللي اسمها اماني دي تيجي هنا. هي جت عندكم؟ يا باشا، هي جت سالت على حربي وبعد كده طلعت له على بيت المعلمه انشراح شوية ورجعت على هنا تاني، قعدت على القهوة، يا دوب قعدت قام حربي جه وراها، خدها وركبوا العربية مع بعض. طيب يا كيمو، مع السلامة. يقابلني أنا؟ إيه يا حبيبي؟ مالك اتخضيت كده ليه؟ لا ولا اتخضيت ولا حاجة، أنا بس اتفاجئت يعني. ما تخافش، بابا راجل طيب قوي متفتح، عكس أكرم خالص. هو بس كل اللي عاوزه إن هو يعرف أنا بقابل مين الفترة اللي فاتت ويطمن عليا. حقه طبعًا، حقه يعني. بس اكيد اخوك اكرم اداله فكره وحشه قوي عني، وعشان كده عاوزاك تقابل عشان لو واخد اي فكره غلط تتصلح. وفكرك يعني هيغير الفكره دي بسهوله عني؟ كل اللي عليك انك تبقى طبيعي جدا معاه، وانا متاكده ان هو هيرتاح لك وهيعرف ان انا عندي حق. والله ما عارف اقول لك ايه يا اماني. خلاص يا حبيبي، لو كنت مش عاوز تقابله بلاش، واذا كنت انا مش فارقه معاك فانا مش هضغط عليك تاني. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت ما تعرفيش ايه بالنسبه لي. امال مالك يا حربي متردد ليه؟ حربي انت ظروفك دلوقتي اتغيرت، واذا كانت الظروف حكمت انك تقابل والدي فده عادي. بص يا حربي، اذا كنت عاوز تقابله او لا فده اختيارك انت، وانا مش هضغط عليك في اي حاجه. طب اكرم يعرف حاجه عن المقابله دي؟ لا، بس اكيد هيعرف، مفيش حاجه تستخبى. وانت مش خايفه من رد فعله لما يعرف؟ خايفه عليك وخايفه عليه، خايفة بسببي يتهور ويعمل أي حاجة تأذيك وتأذيه.
وساعتها عمري ما هسامح نفسي. حكاية زي دي يا أماني ممكن تعمل لك مشاكل كبيرة بينك وبين أكرم عندكم في البيت. لو كان على كده عادي، أنا وأكرم بنتخانق على أي حاجة وعلى كل حاجة من قبل حتى ما أعرفك. طب المقابلة دي هتبقى إمتى؟ يوم الجمعة الساعة 2. الجمعة اللي جاية على طول؟ إيه؟ رجعت في كلامك ولا إيه؟ لا أبداً. طب وهيبقى فين؟ في المكان اللي أنت تختاره. الجمعة الجاية الساعة 2 في نفس المكان اللي هنتقابل فيه على طول. ثانية واحدة. ألو؟ أيوة عنتر بيه. إيه دلوقتي؟ ليه في حاجة حصلت ولا إيه؟ طيب طيب حاضر. أنا جاي على طول. مع السلامة. مع السلامة. إيه؟ معاد شغل؟ آه. طيب أسيبك أنا عشان تلحق ميعادك. طب استني موصلك. لا مش عاوز أعطلك، بس عشان خاطري يا حربي ما تنساش الميعاد يوم الجمعة الساعة 2. مش هنسى مش هنسى. أشوف وشك على خير، ما تنساش. حاضر، مع السلامة. متر حساب لو سمحت. دعاء فين يا أختي؟ يا دعاء. أهلاً وسهلاً. أهلاً فين وسهلاً. دعاء يا معلم؟ دعاء بخير ما تقلقش، موجودة الحمد لله. ده أنا قلب أيد نار عليها والنبي. ما تقلقيش يا فوق، اتفضلوا معايا. يا دعاء أنتِ حرقة قلبي عليكي، أنتِ فين يا أختي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، إزيك يا دعاء؟ يا نهار أسود، إيه اللي فيكي ده؟ كده برضه يا دعاء، كل دي غيبة. قومي يا أختي، قومي ارجعي لبيتك يا روحي. ده ابوكي يا عيني الغلبان كان لبعد الشر هيروح فيها من مر بعادك. جوزك وشغل البيت مخليك ما عندكيش وقت تاخدي بالك من دعاء. خليها هي تقعد هنا يومين لغايه ما تشد حيلها وبعدين تروح لكم. الا اذا بقى عم نوفل ليه راي تاني. اللي تشوفيها معلمه. يلا بينا اعتياط. فوتك بعافيه يا حبيبتي. عموما انا هبقى افوت عليكي كل يوم عشان اطمن. السلام عليكم. عليكم السلام. روح وصلي وبعدين شوف بركه خلص شغل المستودع. لا لو خلص الشغل اطلع على المسبك يجيب لي كل الايراد ويجي لي. حاضر حاضر يا معلم. يلا وانا شغل. انا ما رضيتش اتكلم معاكي قدام ابوكي ومرات ابوكي، وخصوصا قدام زين. قلت لما نقعد مع بعض لوحدنا ناخد وندي. مالك يا دعاء؟ مفيش حاجه يا معلم، مفيش حاجه. ما هو شكلك بيقول ان في حاجه وحاجه وحاجه. احكي لي وما تخافيش. اللي هتقوله لي في الاوضه دي مش هيطلع براها، هينزل في بير ما يطلعش. اعتبريني اختك يا ستي. امنيلي واحكيلي. خير يا عنتر بيه؟ اقفل الباب وتعالى. اقعد اقعد. قوم يا عنتر بيه، كنت عايز تقابلني ليه؟ حبيبي انا عايزك تقدم لي خدمه. سيادتك عايز خدمه مني انا؟ ايوه. البضاعة اللي انت نقلتها من اسكندرية وحطيتها عندي في مخزن المحجر. مال؟ عايزك تنقلها توديها مكان لانا ولا الجن الازرق يعرف ليها طريق. نعم؟ نعم. ايه؟ بقول لك البضاعة اللي عندي في المخزن عايز انقلها. ايه؟ صعبة دي؟ بقول فوازير يعني؟ ولا صعبة ولا حاجة، بس أنا يعني عايز أفهم بس إيه الحكاية؟ ظروف. ظروف يا حربي. مش عايز البضاعة دي تكون موجودة عندي اليومين دول. ظروف ايه يا موز؟ ظروف يا اخي ظروف. خلاص يا عم عنتر من غير ما تزعل نفسك، خلاص اعتبر الموضوع ده اوضي وشيله من دماغك خالص. يعني هتقدم لي الخدمه دي؟ بقولنا خلاص بقى يا عم عنتر. تحب الحكايه دي تخلص امتى؟ الليله. انا هتصل بالواد مفيد يستناك هناك الساعه 10 تنقلوا البضاعه وتخفوها. بس اهم حاجه ما فيش مخلوق يعلم اي حاجه عن الموال ده، فاهم؟ شلش هم. تنقلوا البضاعه انا هستناكم في العوامه تيجي تطمني. خلاص
اخلص وعدي عليك. انا مش عارف اتشكر لك ازاي يا حربي. ده جميل عمري ما هنسوي لك ابدا. تشكرني على ايه وجميل ايه يا راجل؟ بس عيب، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض. هكنت انا بقى. حربي انت واد جدع ولد حلال، عشان كده هقول لك كلمتين. خلي بالك انت وزين من عزال حاططكم في دماغه. ليه مش عارف؟ عارف بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان بحبكم. ماشي يا انتربيه.